بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ومنافسة شديدة بين جامعتين، لابد من الفوز لكل جامعة من الجامعتين اليوم، وهذا شيء مستحيل، لازم واحدة منهم بس اللي تتأهل بعد جامعة أو كلية الإمام الكاظم عليه السلام الجامعة. عندنا اليوم منافسة حادة ومهمة، وأنا متأكد راح تصير بها إثارة عالية جداً بين جامعة ذي قار. حياكم الله أخواننا الكرام. الله يحييك أستاذنا العزيز. المخرج يسميهم ملح الجنوب الجامعتين. أهلا وسهلا ومرحبا بجامعة ذي قار وأيضا جامعة ميسان. يا أهلا وسهلا ومرحبا. حياكم الله. المباراة السابقة لجامعة ذي قار والمباراة السابقة لجامعة ميسان ما كانت موفقة، فاليوم لابد من الفوز، لأن بدون فوز يعني اللي يخسر اليوم يغادر المسابقة، واحنا نريد تبقون ويانا الابعد يعني مسافه ممكنه. تمام، فنشد حيلنا ان شاء الله، ان شاء الله نركز باذن الله تعالى. ان شاء الله ماكو تصريحات قبل المباراه؟ ان شاء الله نفوز. توفيق من الله تفوزون ان شاء الله. نفوز. تصريحات قبل المباراه؟ لا، ما عندنا تصريح. للميدان، ما لنا علاقه. قبل مباشره. جيد، اذا انا هما قبل مباشره ابدي مع جامعه ذي قار، والسؤال الاول للاخ الكريم محمد. السؤال يا محمد يقول: يقع قبر الشاعر الفرزدق في محافظة النجف، الأشرف، البصرة، بغداد. عندك 30 ثانية، بلشت يا محمد. فرزدق شاعر معروف مهم، قصائده تدرس في كل البلدان العربية، ممن ذكر محمدا وآل محمد ومدحهم كثيرا. ظلن عندك 10 ثواني يا عزيزي. 5. بغداد إن شاء الله. بغداد أثبت؟ إن شاء الله. نثبت على بغداد. كنترول. الشاعر الفرزدق. نعم. اشتهر بالنقائض بينه وبين جرير، وإلى القصيدة المشهورة الميمية: يا سائلي أين حل الجود والكرم، وقيل إنها ارتجالا كانت يعني، ولكن قبره في البصرة. الإجابة الخطأ كانت يا أخي الكريم، وإن شاء الله تعوضون بالأسئلة اللاحقة. نركز يا محمد. محمد حسين صح؟ نركز يا أخوان الكرام على إن شاء الله الأسئلة المقبلة. الآن نتحول إلى جامعة ميسان، هذه هم فرصة حلوة صارت عندكم إن شاء الله. دي فريق ما جاوب، إذا جاوبتوا راح تتقدمون في بداية إن شاء الله الحلمة. السؤال إليك يا محمد أيضا. نعم سلام. يقول: يقع قبر الصحابي الجليل زيد بن صوحان في محافظة الكوفة، لو بغداد لو البصرة. بلشت 30 ثانية. زيد بن صوحان. 20 ثانية ظلن. أخذ وقتك، فكر، ركز. ليش تتلفت؟ اللي بشاشتك نفسه بشاشتك. الكوفة. أثبت؟ ثبت. نثبت على الكوفة. في الكوفة مزار لابن صوحان، لزيد لو لصعصعة؟ والله ما أعرف. لصعصعة. أما زيد ابن صوحان فقبره في محافظة البصرة. للأسف الإجابة لم تكن موفقة أخي الكريم محمد، تعوضون إن شاء الله بالأسئلة الجاية. إن شاء الله القادم أفضل. تمام. مرتضى، الثقل راح يصير عليك، لأنه أنت من يمك راح تجي الإجابة الصحيحة إن شاء الله. إن شاء الله. تمام، نركز إن شاء الله. نروح إلى الأخ الكريم محمد. اللي سمعناه بالحلقة السابقة شنو؟ محمد الشنو؟ محمد الثاني. محمد الثاني. السؤال يقول: تقع مدرسة الجعفرية الدينية في مدينة سامراء كربلاء الكوفة. بلش العداد. 30 ثانية مو أكثر، نركز. يا ريت تفكر بصوت عالي وتسمعنا شلون قاعد تحل. المدرسة الجعفرية الدينية. نعم. أعتقد من المدارس المشهورة في محافظة سامراء. نعم، يمك الخيار. لأنها تزامنت مع مرجع الكبير آية الله الشيرازي رحمة الله عليه. نعم. فأعتقد سامراء. أثبت؟ ثبت. ثبت على سامراء. قلت لي شنو تخصصك محمد؟ أنا علوم إسلامية. علوم إسلامية. من صميم تخصصك؟
والإجابة يقول صحيحة، فأني هم أقول صحيحة. صحيحة أول 10 نقاط تضاف لرصيد أو تسجل لرصيد جامعة ديقار. مبارك يا شباب، أول 10 نقاط هسه أنتم متقدمين، ومعلومات قيمة أيضا تضاف إلى رصيدنا. يا رب يا رب، إن شاء الله الكل مستفيد من هذه المسابقة. بس اليوم لا مجال للخسارة. محمد حسين فرحان أكثر منك. أي والله كابتن الفريق محمد حسين. نتحول إلى جامعة ميسان. يا مرتضى محمد، ومرتضى عنده طريقة خاصة بالتفكير والتركيز، تتذكرها مو؟ إن شاء الله. نشوفها اليوم. شلون طريقتك بالتركيز؟ هسه نشوف هنا. السؤال يقول: يقع مرقد عبد الله ابن علي في محافظة البصرة قرب الإعدادية المركزية بمنطقة العشار، لو شط العرب، لو الزبير، بلش العداد. ركز وانطيني الإجابة في أقل من 30 ثانية. هي هاي الطريقة مالي مرتضى، يفتح ديها هيك ويركز ويقرأ السؤال بينه وبين نفسه. نص الوقت انتهى. 8 بالزبير. أثبت؟ ثبت. ثبت على الزبير. أقدر أعرف ليش اختارت الزبير؟ لأن قريب على القبرة محافظة ميسان. هو احنا قاعد نسأل عن قبره. هو بالزبير. بالزبير؟ زبير. الزبير هي الإجابة الخاطئة للأسف، لأن العشار هي الإجابة الصحيحة. تمام؟ نركز. هسه ما إلنا غيرك يا محمد. محمد ما إلنا غيرك يا محمد. إن شاء الله. وجامعة ميسان كلها تصيح محمد. فيا محمد ركز. أبو جاسم راجعي لك الآن السؤال لمحمد حسين. كم محمد بهاي الحلقة؟ ما شاء الله. محمد 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 حسين محمد محمد, محمد. يعني بس واحد مو محمد، واسمه مرتضى محمد، أبو اسمه محمد، وخير الأسماء ما حمد وعبد. الآن السؤال للأخ الكريم محمد حسين يقول: يقع مرقد العلامة السيد محمد المجاهد الطباطبائي في مدينة الحلة، لو النجف، لو كربلاء. 30 ثانية بلشت. يضحك محمد، معناها عنده الإجابة بس ما تقدر تقولها. السؤال الجاي راح يصير تشاوري وكلكم تتشاركون بالإجابة. أما الآن فمحمد وحسين، هو والمعلومة فقط لا ثالث بينهما. 4 كربلاء. كربلاء ثبت. ثبت. ثبت على كربلاء. ليش اختارت كربلاء؟ يعني هذا اللي اجى ببالي. هذا اللي اجى ببالك، استنتجت حللت وصلت الى هاي الإجابة. نعم. استبعدت النجف. ايه ليش؟ ما هو النجف الكثير جدا من العلماء والمجاهدين مثواهم الأخير في محافظة النجف الأشرف. أنت لو مختار النجف اليوم في هذه الإجابة كانت ستكون إجابتك خاطئة. أما لو مختار الحلة فكانت ستكون إجابتك خاطئة أيضا. لإجابتك صحيحة الآن مبارك، 12 نقاط لجامعة ذيقار. 20 ناوين عليها الجماعة اليوم، يردون يتأهلون مال من دور المجموعات ونطلع. لا مو جامعة ذيقار، هذا لسان حالهم صح؟ بالتأكيد. إن شاء الله. بالتأكيد. قبل شوي أقول لكم صرحون تقولوا من صرح. صار الكلمة الأخينا الهادئ. الهادئ قليل التصريحات. أنت شنو؟ صرح لما صرح. أقدر أصرح. أي هسه صرح لنا. إحنا إن شاء الله اليوم فائزين، هاي منتهي من عدها. منتهي من عدها. أي أكيد. يا با منتهي من عدها الجماعة يقولون. إن شاء الله نقدم أفضل. تقدمون أفضل ما أدري. أنا أشوف النقاط الجاية لنا. بالجاية نبدي منك. إن شاء الله. أول 10 نقاط يا محمد. السؤال يقول: تعد مدرسة حسن خان من أقدم المدارس الدينية في مدينة سامراء، لو الكوفة، لو كربلاء. يمك الجواب بثلاثين ثانية. ركز زين وانطيني الإجابة. خلي تكون أول 10 نقاط لجامعة ميسان من عندك. بالحلقة السابقة سألتك قلت له أنت أصغر الموجودين عمرا، قال أنا أكبرهم عمرا. محمد بس هو ما مبين عليه. 8 نقول الكوفة. نقول الكوفة. نثبت. نثبت. نثبت الكوفة. مدرسة حسن خان ليست في سامراء،
إنما هي في كربلاء. للأسف إجابتك خاطئة. بس يحتاج لكم شوية تركيز يا جماعة، ركزوا. أنا أدري الكثير من هذه الإجابات تعرفوها، بس ما أدري متوترين قلقين. نركز، نهدأ، نباوع السؤال، نحلله صح، نجاوب صح إن شاء الله. تمام، عدنا يعني فرصة السؤال الجماعي والتشاوري إن شاء الله تعالى. راجعي لكم السؤال الآن لجامعة ديقار. الابتسامة موجودة على وجوه الجماعة، 20 نقطة مو هواية، خلوا ببالكم تركزون، لأنه 20 نقطة بأي لحظة يوصلوا لكم بيها. السؤال يقول: ابن السكيت عالم نحوي وأديب شهير، قتله المتوكل العباسي فكان مدفنه في مدينة سامراء، لو الكوفة لو بغداد. ركزوا، فكروا، تشاوروا، انطوني إجابة. ابن السكيت مشهور، معروف بالنحو، بالعلوم الأخرى، إلى آثار كبيرة جدا وكثيرة. عندنا 10 ثواني. عندنا 3 ثواني. 2 هسه أريد إجابة، انطوني إجابة، انتهى الوقت. سامراء. سامراء أثبت؟ ثبت. نثبت على سامراء. واحد منكم قال غير سامراء، من اللي قال غير سامراء؟ نعم حضرتك محمد. اختاريت أنا بغداد. اختاريت بغداد ليش؟ لأن كان مستقرهم بغداد. مستقرهم بغداد. نعم. شوف هذا الاستنتاج اللي نتكلم عنه. أنتوا لو متابعين خيار اللي اختار الأخ الكريم محمد، كان ستكون إجابتكم خاطئة. أما لو متابعين الخيار اللي يقول الكوفة، فكانت ستكون إجابتكم خاطئة أيضا، لأن إجابتكم صحيحة وصار عندكم شقد 30 نقطة. مبارك لجامعة ديقار. أنا بالحلقة السابقة قلت لكم مو هذا مستوى جامعة ديقار، الآن أقول لكم وهي أمانة علي أنه هذا مستوى جامعة ديقار، بالتوفيق إن شاء الله. بس لميسان نقلهم مو هذا مستوى جامعة ميسان بصراحة. هذا استنباطك. إن شاء الله راح نقدم أفضل الجامعة. مو هذا مستوى جامعة ميسان. تتعاتبون لما ترجعون لجامعتكم، الطلاب يعتبوكم، أنا ما لي علاقة. أكيد. يلا هسا نتشاور بتركيز عالي ونجاوب هذا السؤال إن شاء الله تعالى. سليمان ابن رزين سفير الإمام الحسين عليه السلام، هو أول شهداء النهضة الحسينية، في مدينة الكوفة لو البصرة لو ذي قار. 30 ثانية، نركز يا شباب، نركز زين بهدوء، أنا ما راح أسكت حتى أنتوا تركزوا. بس أذكركم بالتايمر. هي أكثر شيء صارت في الكوفة بس. 15 ثانية. السفير مسلم بن عقيل المسقرينا طلع من الكوفة. الاسم الثاني اللي قريناه. 10 ظلن. أربعة. اثنين. انطوني الإجابة الآن. الكوفة. الكوفة. بعد ما راح أسألكم ثبتون لو لا، لأن الوقت خلاص انتهى. يعني زحمة تنتهي الجولة الأولى ورصيد جامعة ميسان من النقاط 0. هاي جامعة ميسان. هاي كانت نتيجتكم أو نقاطكم أو مجموعكم أو رصيدكم 0، الآن رصيدكم ظل على ما هو عليه للأسف. الإجابة خاطئة، الإجابة الصحيحة هي في البصرة. شوف هسه متقدمين عليكم 30 صح؟ بس ركز معي يا محمد، بالجولة الجاية سؤال واحد تجاوبون عليه تصيرون 30 كل. ليش؟ لأنه كل سؤال بثلاثين نقطة بالمرحلة الجاية. نفس الكلام أقوله لجامعة ذي قار، نركز بالمرحلة الجاية وهاي الثلاثين نريدها تصير 60 مع أول سؤال، وهكذا. مستعدين إن شاء الله؟ مستعدين إن شاء الله. إذا فاصل ونكمل ونروح إلى الجولة الثانية. خليكم ويانا مشاهدين الكرام.
أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. بلشنا بالجولة الثانية، الجولة اللي بيها تتضح معالم الفائز والمتأهل. هذه المسابقة اليوم، هذه المنافسة اليوم، اللي يخسر بيها يطلع خارج المسابقة، خارج البطولة، واللي يفوز بيها يتأهل ثاني عن هذه المجموعة. هذه المجموعة بيها جامعة نيسان وجامعة ذي قار وكلية الإمام الكاظم عليه السلام الجامعة. كلية الإمام الكاظم عليه السلام الجامعة فازت مرتين، والآن هي المباراة الثانية لكلا الجامعتين، اللي يفوز إن شاء الله راح يتأهل. والآن النتيجة أذكركم بها 30 لا شيء. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. إن شاء الله. محمد، ما ناوي تطلع من هذا الصمت اللي أنت بيه؟ لا، أهم شيء تجاوب صح. أهم شيء تجاوب. ظل ساكت، ما عندي مشكلة، أهم شيء تجاوب صح. إن شاء الله. السؤال يقول: يا عزيزي يا محمد، جمع الحروف في أسطر متسقة متتابعة بحيث تكون حروف الكلمة في غاية الإتقان، يسمى الإبطي لو الأبوغراف لو الاتساق 30 ثانية. عندك فكر زين وانطيني الإجابة، أخذ وقتك كاملا، ابتسم، ابتسامة واحد ما مر عليه المعلم. صحيح؟ صح. محتار محمد، شي يسوي محمد؟ شي اختار؟ هو هاي المرحلة أسئلة تصير أصعب من المرحلة السابقة. خمسة، الإجابة الثالثة إن شاء الله. الثالثة أثبت؟ إن شاء الله. طيب، نطلب من كنترول أن يثبت الاختيار الثالث كإجابة للأخ محمد، اللي هي جامعة ذي قار. احنا قلنا سابقا مرات اكو فخاخ تنصب بالخيارات، يعني انت الان قلت متسقة بالسؤال، جمع الحروف في اسطر متسقة، جيت للخيارات لقيت اكو شيء اسمه الاتساق، فقلت هاي معناها هاي. صح. وقلنا مرات هذه فخاخ مو صحيحة، مو دقيقة، وهذا واحد من الفخاخ اللي حضرتك وقعت بيه للأسف. الإجابة خاطئة، الإجابة الصحيحة هي الأبوغراف، معلومة تضاف. إن شاء الله تعززون التقدم بإذن الله تعالى، ونقول بنفس الوقت إن شاء الله الأخوة الكرام يرجعون بقوة توفيق من الله إن شاء الله إلى أجواء المنافسة. وسؤالك يا محمد يقول: فن تطريز أوراق المخطوطات، تعرفون أوراق المخطوطات كانت تطرز، أو صبغها، يسمى أبرو لو زخرف أو زخرف لو تطريز 30 ثانية. عندك أخذ وقتك، فكر وانطيني الإجابة، هنشوف تيجي أول 30 نقطة من خلال محمد ويتعادلون الآن، لو تظل جامعة ذي قار هي المتقدمة. هي هاي وقفتها محمد من بداية المسابقة لحد الآن، سئلة هاي وقفتها، جاوب هاي وقفتها، يروج هاي وقفتها، يفرح هاي وقفتها، عيونه ملامحه كل شيء من الغيال. اثنين واحد، انطيني الإجابة محمد. زغرف. الزغرف. نعم. نثبت. ثبت. صار الوقت انتهى. ثبت على زغرف للأخ الكريم محمد. استبعدت الخيار الأول. استبعدت الخيار الأول لأن زغرف يعني مثل ما تقول زغرفون ال المخطوطات يعني هيك كجمالية إلها وهيك. ما هو أكو شيء اسمه زخرفة غير التطريز، أكو شيء اسمه زغرفة. إيه. صح ولا لا؟ صحيح، موجودة بالمخطوطات الزخرفة واللي يصير على الحواشي. أنا اختارت. اختارتها بعد، خلص الحمد لله، ولكن للأسف الاختيار خاطئ. الإجابة الصحيحة هي الاختيار الأول. حظ أوفر إن شاء الله، تعدلون بالسؤال اللاحق. ضاج مرتضى، ومرتضى إذا ضاج راح يجيب لكم 30 نقطة هسه إن شاء الله، وهو مغمض إن شاء الله بدون ما يسمع السؤال. صح مرتضى؟ صح. شد حيلنا، رح نرجع لك إن شاء الله. شامل. الآن مع جامعة ذي قار اللي ضيعوا فرصة المضاعفة، مضاعفة النتيجة هذه المرة يا من الأخ الكريم محمد. السؤال يقول: أداة تستعمل في رسم الأشكال الهندسية ونحوها في عالم المخطوطات، تسمى البيكار لو البيان لو العدة. 30 ثانية بلشت، أخذ وقتك، فكر زين. البيكار. يمك ما أدري، عندك 20 ثانية. نثبت. ثبت على البيكار. ثبت على البيكار. نثبت على البيكار للأخ الكريم محمد في جامعة ذي قار. ليش اختارت البيكار؟
باعتبار البيان هذا معنى يعني ما له ربط بالموضوع. زين، مصطلح بلاغي هذا. مصطلح بلاغي. زين. العدة هي مجموعة من الأدوات غير مخصوصة. في البيكار عبارة عن أداة معينة في حد ذاتها. التفكير حلو، التحليل لطيف، الاستنتاج وتسقيط الاختيارات صحيحة، وهذا كله قادنا إلى إجابة صعبة. يقود التفكير الصحيح إلى إجابة خاطئة. إجابتك صحيحة وصار 60 يا جامعة الديقار، 60 نقطة. بارك الله بالجهود وموفقين إن شاء الله. طبعا ما كانت عندي المعلومة سابقا، بس ولكن من خلال الاستنتاج. حلو، وهذا همات واحدة من فوائد المسابقة، أنه تضيف معلومة إلى رصيد المتسابق نفسه. شكرا أخي محمد، بالتوفيق إن شاء الله. هسه يا مرتضى، طريقتك في التفكير شلون؟ قلنا ركز الكاميرا. سؤالنا عن المخطوطات أيضا. سؤال يقول: حماية المخطوط من التآكل والتدهور الذي يتعرض له بمرور الأيام، وذلك بالتدخل المباشر كإصلاح التجليد أو الورق، يسمى صيانة المخطوط، لو حفظ المخطوط، لو تعديل المخطوط. 30 ثانية بلشت، إذا ما جاوبتني صح هذه المرة نزعل أنا وياك، نزعل نزعل رسمي يعني. والله تركيز عالي بشرف، تركيز مرتضي حتى كأنه ما قاعد يسمع كلامي، هذا شيء زين. 5-4-3-2-1 انطيني هسه الإجابة مرتضي. حفظ المخطوط. نعم، حفظ المخطوط. ما راح أسألك تثبت لو لا، لأنه الوقت انتهى، فنثبت على حفظ المخطوط. يعني قاعد نقول نحمي من التآكل والتدهور، شلون حفظ المخطوط اللي يتعرض له مع مرور الأيام؟ مو المفروض صيانة المخطوط؟ لا لا مرتضى، هذا عن حفظه عاد هم ينحمي. المفروض صيانة المخطوط. مرتضى إجابتك لم تكن موفقة. صيانة المخطوط يا عزيزي، واضحة؟ أوضح من هيك سؤال؟ سؤال سهل، مو مال مرحلة، مو مال جولة ثانية. بس نشد حيلنا يا أخوان، ما أريد الصفر يظل يم جامعة ميسان. شد حيلنا يا أخوان، إن شاء الله يتغير. إن شاء الله، يا الله تعوضون. وعدنا 60 يم جامعة ذقار، ويستاهلوها بصراحة، إسباع وأبطال ومثقفين ومعلوماتهم جيدة، نفس الأخوان. بس الأخوان بعده أوراقهم متلخبطة متبعثرة، ما مرتبين أمورهم. الآن نروح على محمد حسين. محمد حسين اللي جاوب صح بالجولة الأولى، صح؟ نعم، جاوبت صح. وسؤالك هذه المرة المفروض أيضا نجاوب عليه سهل، صح؟ لأنه هو جواب سهل أو سؤال سهل. عمل الثقوب المطلوبة في صفحات المخطوط بواسطة مرور المخزاز لتصبح ملازم المخطوط جاهزة لعملية الخياطة، يسمى يعني هاي عملية الثقب حتى تصير جاهزة للخياطة المخطوطة، يسمى التجليد، لو التخريم، لو التخريق. عندك 30 ثانية وجوابك الصحيح عليه 30 درجة، وانت تسلسلك ثالث واحد بالفريق، بس انت رافض الا ان تكون جامعة جامعة ذقار الاولى اليوم. طبعا منك كلية الامام الكاظم الجامعة فازوا بالعلامة الكاملة، يعني تأهلوا خلص، بس احنا الان قاعد نحدد من الذي يفوز بالمرتبة الثانية ويتأهل. 2-1 التخريم. اثبت؟ نعم، ثبت على التخريم. التخريم مصطلح يستخدم في العديد من الحرف اليدوية. لو كنت مختار التخريق لكانت إجابتك خاطئة، إجابتك صحيحة. مبارك، التخريم هي. التخريم هي، صرنا 90 يا جامعة الديقار. مبارك عليكم، اليوم يومكم إن شاء الله. لحد الآن وكل شيء ممكن ينقلب أي لحظة، ونتمنى ميسان يرجعون إن شاء الله. محمد قبل شوية ذبينا الآمال يمك وخذلتنا، إن شاء الله يعوضها. تعوض إن شاء الله. السؤال يقول: عود خشبي معروف استعمل للكتابة قديما، السعف، لو الخيزران، لو الخفاف. 30 ثانية بلشت. أخذ وقتك، فكر زين، احسبها 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 منطقيا إذا ما عندك المعلومة طبعا، أما إذا عندك المعلومة توكل على الله وقولها. عود خشبي
استعمل في فترة من الفترات للكتابة قديمة. السعف لون الخيزران لون الخفاف. انتهى الوقت يا محمد. أعطيني نقول جاب. الخيزران. الخيزران ما راح أسألك نثبت له لا لأنه خلص الوقت انتهى. خيزران. إن شاء الله سهل. يعني كان أملنا كبير بيك أنه ترجع جامعة نيسان إلى مصاف المسابقة. وضربتين على الرأس شبيهن. توجه. الضربة الأولى نغفرها ممكن. الضربة الثانية ما نغفرها. إجابتك كانت الخيزران، لو مختار السعف كانت ستكون الإجابة خاطئة. بس لو مختار الخفاف الخيار الثالث هاي الصفر كانت راح تصير أو راح تبقى صفر لأن إجابتك صحيحة وأول 30 نقطة لجامعة نيسان. يستاهلون يستاهلون. هسه نرجع بقوة إن شاء الله. تمام 30-90 يعني السؤال الجاي إذا جاوبتوا صح والجماعة إذا أخفقوا راح تصير 90-60 وترجعون بالجولة الثالثة إن شاء الله راجعين. بس إحنا نتمنى لكم التوفيق وبنفس الوقت نتمنى لهم التوفيق. هسه الجواب صح إن شاء الله. الجواب التشاوري أو السؤال التشاوري. السؤال يقول مصطلح العمل أو العملية في المخطوطات كما ذكر أصحاب أو عفوا كما ذكر صاحب تاريخ الورقة المغربية يوضع للدلالة على الزخرفة في الكتب، لو الكتابة في الكتاب، لو ترميم الكتاب. محمد انضم لجماعتك. سؤال تشاوري هذا. واللي بشاشتك بشاشتهم وما بقى غير 20 ثانية تقريبا. العمل أو العملية في المخطوطات، الزخرفة في الكتب، لو الكتابة في الكتاب، لو ترميم الكتاب. 7 إن شاء الله نختار ترميم الكتاب. ترميم الكتاب الثالث. نعم نثبت. ثبت أكيد نثبت ترميم الكتاب. هاي بالإجماع. بالإجماع أكيد. بالإجماع أجابته إجابة خاطئة للأسف. أجيب لأن الإجابة الصحيحة هي الزخرفة في الكتب. الزخرفة تعتبر عملية؟ الزخرفة في الكتب هي الإجابة الصحيحة. نركز، عندنا مجال الجولة الجاية 50 نقطة لكل إجابة صحيحة. يعني هاي 90 فجأة تغمض عين تفتح عين صارت شقد؟ صارت 140. تمام؟ سؤال واحد طبعا بس. هسه الكرة في ملعبكم يا جماعة. إن شاء الله إن شاء الله. فنركز زين إن شاء الله ونعدل النتيجة على الأقل نقلص الفارق. خطصير 60-90 معقولة الله. ندخل الجولة الجاية وإحنا شنو؟ إحنا مرتاحين. مرتاحين تماماً. يا رب إن شاء الله دائماً تكونوا مرتاحين. بس هذا نفس الجميع إن شاء الله. نطلع النفس العميق. الآن السؤال يقول ذكر في المعاجم أن الملزمة المكونة من 5 صحائف مزدوجة تسمى الخماسية، لو فصول 5 لو 10 فصول. 30 ثانية بلشت بالتشاور يا جماعة. عين الشمس شايفيها؟ هذا سؤال أوضح من عين الشمس. هو وسؤال الزخرفة في الكتب ما أدري شلون فاتتكم. أنتوا قارين عن المخطوطات، هذه منطقة دراستكم. بس يلا عدكم الوقت صحيح. 30 ثانية قليلة. هاي قوانين اللعبة. 2-1 انتهى الوقت. هسا انطوني إجابة. إذا تأخرت اعتبرها 0. أريد إجابة يا جماعة. 10 فصول. 10 فصول. 10 فصول. ما راح أقول لك ثبت لو لا لأنه الوقت انتهى. ثبت خلص 10 فصول. بس إيش بالمنطق خلنا نسولف عن ذلك. هي مكونة من 5 صحائف. شلون سويتها 10 فصول؟ مزدوجة. عقلوني بالمنطق اخوان. مزدوجة شنو؟ الصحائف مزدوجة. انا احكي عن الفصول. انا اسال عن الفصول. مرات يعني مو مثل ما واضح بالسؤال. انت لو قايل 5 فصول كانت اجابتك راح تكون خطا. مرات يكون فخ. 10 فصول. منو صاحب فكرة المزدوجة؟ كل حال الاختيار يعني كان اختيارنا عليها يمكن. حلو يا رب يكون صحيح. يعني 10 فصول هي الإجابة الخاطئة للأسف. للأسف اسمها الخماسية يا جماعة. ضيعتم من إيديكم فرصة تقليص الفارق.
بس يلا هاي الثلاثين بسؤال واحد صير ثمانين، يعني تظل عشر نقاط بس، لأنه سؤال المرحلة التالية بخمسين نقطة. نركز؟ مركز. فما ضايجين؟ لا لا, لا. لا ضايجين مبين. نعم. أرد أشوف الابتسامة الحلوة. موجودة الابتسامة الحلوة. هو بحد ذاته فوز بالنسبة لنا. الله يعطيك العافية ويوفقك إن شاء الله. إذا نروح إلى فاصل، بعد الفاصل نكمل وياكم الجولة الثالثة الحاسمة. هذه الجولة لو يفوز جامعة، لو تفوز جامعة ذي قار، لو تفوز جامعة ميسان، انت وين تتوقع النتيجة تميل اليوم مشاهدنا الكريم؟ وبالمناسبة بنهاية هذه الحلقة هناك جوائز لحضرتك أيضا مشاهدنا، جائزة عمرة، وجائزة زيارة الإمام الرضا عليه السلام، وجائزة زيارة السيدة زينب عليه السلام. همام تفضل. شكرا لك أستاذ مرتضى. جامعة ميسان خسرانين، ولا تنسون عندكم خسارة بالمباراة اللي راحت، شلون راح تعوضون؟ إن شاء الله بالجولة الثالثة راح نعوض، لأن ما حلفنا الحظ بالجولة الأولى ولا بالجولة الثانية. خدعنا بالأسئلة، السؤال الأخير خصوصا، يعني كان فخ الجواب قريب للسؤال توقعنا. عاشتي لك. نرجع الجامعة ذي قار، شنو اللي صار حاليا؟ أنتم متفوقين بس لا تنسون عندكم بعد جولات. والله ما نقدر نحدد، بس نقول إن شاء الله خير. جامعات قوية أكيد. الأسئلة جديدة علينا. حلو. تسم أنت فايز. أريدك تتفائل. إن شاء الله. تمام. موفقين شباب، كل التوفيق. إليك الأستاذ يا أستاذ مرتضى. راح نشوف ريمونتادا لو لا؟ إيش تتوقع أنت مشاهدنا الكريم؟ جامعة ميسان راح يجون من التأخر يفوزون؟ لو يستمرون جامعة ذي قار متقدمين إلى نهاية هذه المسابقة، خلي أنا وياك نتوقع. أنا أتوقع، هذا أقصى شيء أقدر أتوقعه، أن المنافسة اليوم راح تصير حادة وشاقة ومثيرة جدا، بس من اللي يفوز؟ العلم عند الله تعالى. جامعة ميسان وجامعة ذي قار إن شاء الله. السؤال الأول لمحمد يقول، اللي نسأل عنه: متحف بني عام 1989 للميلاد يتألف من ثلاث قاعات رتبت حسب التسلسل التاريخي، يعود تاريخ آثاره إلى 5000 سنة قبل الميلاد. 5000 سنة مو لفظة. ويعكس أنماط وأساليب الحياة الخاصة في كردستان والعراق بشكل عام. متحف أربيل الحضاري، لو متحف كردستان العراق، لو متحف الشمال العراقي. 30 ثانية بلشت. 30 ثانية كفيلة بأن تقول كلمتها جامعة ذي قار، تعزز، تصعب الأمر، يكون أكثر تعقيدا بالنسبة لجامعة ميسان. بقى منها نص الوقت. محمد أقل الموجودين كلاما، هل سيقول كلمة غير مجريات الأحداث وتنهي المباراة لو لا؟ الإجابة الثالثة إن شاء الله. الإجابة الثالثة اللي هي متحف الشمال العراقي. نعم. ما راح أسألك ثبت لأن الوقت انتهى. متحف الشمال العراقي هو متحف خاص أو هو متحف في الشمال العراقي؟ نعم. مكانه في الشمال العراقي، أجمع بين كردستان والعراق. زين، يعني هو على معطى السؤال كذلك. استبعدت أنت أربيل أصلاً، يعني لو متحف كردستان العراق لو متحف شمال العراق. نعم. اللي استبعدته كان هو ال... ها هو شنو؟ بعد ما أعرف. بعد ما تدري. نعم. اللي استبعدته كان هو الصحيح، للأسف إجابتك خاطئة. متحف أربيل الحضاري هو اللي كنا نتحدث عنه. هاي دعوة لعوائلنا العراقية، لما تروح الأربيل، لما توصل هولير هناك، تروح لما توصل هولير تروح لمتحف أربيل الحضاري، مثل ما تتجول يم القلعة وتدخل لها، تروح للمتحف، شيء مهم بصراحة. يلا بالتوفيق إن شاء الله. الجميع إن شاء الله. نكمل الآن، وين نروح؟ نروح إلى جامعة ميسان اللي المفروض تثبت وجودها الآن. يعني الآن الثلاثين مفروض تصير 80 بسؤال واحد. السؤال يقول يا محمد: متحف أنشئ عام 1969 على ضفاف نهر الفرات في إحدى مدن جنوب العراق، وتضم بنايته 14 قاعة وجناحا للإدارة وقاعة للمكتبة، إضافة إلى قسم يضم دائرة أعمال مفتشية الآثار. متحف الناصرية، لو متحف البصرة، لو متحف السماوة. أخذوا وقتكم، فكروا زين.
طبعا بالتأكيد أنتم تفكرون، ولكن الإجابة أخذها فقط من محمد لأن هذا سؤال فردي. يا محفوظ السلامة والبقى ظلن عشرة. متحف الناصرية. متحف الناصرية ثبت؟ ثبت ثبت على متحف الناصرية. زين خلي أسأل أهل الناصرية نفسهم، توقعون إجابته صحيحة؟ لا لا ما عادنا ما عادكم هيك شيء. راجع لكم بالمناسبة. تعرف متحف البصرة بأكثر من 440 قطعة أثرية، بعضها يرجع إلى 300 قبل الميلاد، 300 سنة قبل الميلاد. ليش ما اختارت متحف البصرة؟ بعد صار الاختيار على الناصرية. اختيارك يا أخي الكريم سوى 30-80 إجابة صحيحة لجامعة ميسان. موجود بالناصرية. هذه عودة ها؟ موجود. رايح له؟ رايح له. أنا من الناصرية. أنت من الناصرية نتشرف بيك. ولكن الدوام جامعة حسن عاتبكم. شلون يا أهل ذي قار ما رايحين المتحف الناصرية وما تدرون بيه؟ ما رايحين. لا هذه تسجل عليكم. مو مشكلة خسارة أو فوز بالمسابقة هاي، بس متحف في محافظتنا ما نروح لصعبة بصراحة. والناصرية هي أم الحضارة وال... يلا إن شاء الله نعوض. لو لا أنتم بعدكم مصدرين، نعوض زيارة متاحف إن شاء الله بالتوفيق. السؤال الآن للأخ الكريم محمد، محمد الثاني، لأن عندنا محمد الأول، محمد الثاني، محمد الثالث. سؤال يقول: لمكتبة الروضة الحيدرية أسماء عدة، لكن أقدم الأسماء وأكثرها شيوعاً الخزانة الغاراوية، لو خزانة الكتب، لو خزانة الصحن. 30 ثانية بلشت يا محمد. راح أساعدك، الجواب بخزانة، ثلاثة بين خزانة. عدنا ظلن 10 ثواني تقريبا. أعتقد الخيار الثالث خزانة الصحن. يمك أثبت؟ ثبت على خزانة الصحن. خزانة الصحن. أنت استبعدت الخزانة الغروية باعتبار الخزانة الغروية تابعة للمدرسة الغروية وهي حديثة. لا لا اسمح لي، الغروي يعني تابع إلى الغري، إلى اسم الغري اللي هي اسم من أسماء النجف القديمة، صح؟ أنا أخذتها على المدرسة الغروية. أصلاً المدرسة الغروية سميت بهذا الاسم على الغري، الغري جانب الغري. لا بس باعتبار هي داخل الروضة أكيد تابع للصحن. أكيد تابع للصحن. يعني مجرد تحليل ما عند معلومات. تحليل. شوف هو التحليل حلو بس للأسف الإجابة خاطئة. مو مشكلة. الإجابة الصحيحة هي شنو؟ شنو هي الإجابة الصحيحة توقعون؟ صحيح. الخزانة الغروية. غروية بعيد اللي استبعدتها. اللي استبعدتها. يلا بعدها الأمور طيبة إن شاء الله لحد شاء. الآن بس نشد حيلنا. هناك هناك الحسم راح يكون يا محمد حسين. التوفيق إن شاء الله للجامعتين. هسه أحسن من هيك فرصة ما تحصلون بعد إن شاء الله. يعني 80 يصير 130 من تأخر جولة كاملة إلى تقدم بالجولة الأخيرة. جولتين متأخرين أنتم، يعني ما سجلتوا النقطة إلا بالجولة الثانية وبنهايتها. مرتضى نشد حالنا نركز. السؤال إليك يقول أيضا عن المكتبات: أسست مكتبة الأوقاف المركزية في محافظة نينوى عام 1972 من قبل رشيد عالي الجيلاني، لو سليمان القانوني، لو سالم عبد الرزاق. وقتك أخذ، ركز، 30 ثانية عندك وانطيني الإجابة. عليك يا فك أختك أخذ كله كاملا، ليش نستعجل؟ وكل عيون ميسان على إجابة مرتضى. الوقت الوقت انتهى يا مرتضى، هسه تنطيني إجابة. سالم عبد الرزاق. سالم عبد الرزاق. ما راح أسألك ثبت لو لا لأنه خلص الوقت انتهى. نثبت على سالم عبد الرزاق. تدري إذا أجابتك خاطئ إيش ضيعت أنت؟ ضيعت فرصة تاريخية للتقدم. فرصة اليوم. المسابقة. خسروا المسابقة؟ فرصة المسابقة. خسروا المسابقة. فرصة المسابقة. إن شاء الله ما تكون إجابة. أنت لاعب كرة قدم؟ إيه. صايرة بيك آخر دقيقة من المباراة وفريقك خسران وتنفرد بالجولشي وتضيع حذبها أوت، صايرة بيك لو لا؟
شبعوني كتلات بيها. لا هالمرة أنت قولت إجابتك صحيحة. مبارك لجامعة ميسان، صاروا 130 الجماعة، 130 في قبال 90. التسعين جامدة ما قاعد تتغير. إن شاء الله القادم أفضل. إن شاء الله القادم أفضل. عندكم فرصة، عندكم سؤال بسؤال جماعي، يعني عندكم 100 نقطة إن شاء الله ما ضيعوها. ونقول لجامعة ذقار ما عدا مما بدا، بدينا صح، ماشيين بقوة. ها محمد حسين، أحسك قلق ليش؟ والله على الله. السؤال يقول ها؟ أقول وصلت حدها بعد. وصلت حدها بعد ما بيها مجال. السؤال يقول: تاريخ الأدب العربي كتاب بيلوغرافي للمخطوطات والكتب، مؤلفه هو المستشرق الألماني بروكلمان، لو السيد محمد صادق بحر العلوم، لو فؤاد سزكين. عندك 30 ثانية بلشت، وأتمنى قرأت الاسم صح. 30 ثانية بلشت، ركز، أخذ وقتك، أهم شيء التفكير صح والتحليل صح. محمد عينك على الشاشة بس وعلي، علي وعلى الشاشة. ابدا لا مجال. السؤال التشاوري هو الجاي ان شاء الله. المستشرق الالماني بروكلمان. اثبت؟ ثبت. تمام، نثبت الخيار الاول، المستشرق الالماني بروكلمان. هاي مثل ما كانت ديش فرصه تاريخيه، هاي فرصه تاريخيه ايضا. جامعه ذيقار تستاهل من عندكم تنطوها اقصى ما تم يعني تمتلكون من معلومات وقدره. يعني كانت عندكم 90 نقطة، أما الآن صارت 140. باوع لي وين صارت؟ شقد؟ 140. ما أخيبك، صارت 140 إجابة صحيحة. مبارك عليكم، مبارك عليكم. رجعنا، أنا قلت وعدتكم مشاهدينا، قلت هذه المنافسة حادة جدا راح تصير وشيقة ومثيرة. وهذه جامعة ذيقار اللي ترفض الاستسلام، وهذه جامعة ميسان العنيدة. وبعدها المباراة ما انتهت، آخر سؤال بآخر سؤال وما انتهت لحد الآن. شايفين؟ نركز إن شاء الله. لا، آخر سؤالين بآخر سؤال. أنتوا خلصتوا أوراقكم سوى سؤال واحد أخير. هسا نرجع إلى جامعة ميسان. يفرك بإيديه محمد، يريد يجاوب، يريد يلتهم الإجابة أصلا. السؤال يقول: عالم ومفهرس ومحقق معاصر، له دور كبير في كتب التراجم، في كتب التراجم، من أشهر كتبه التراث العربي المخطوط. سيد حسن الصدر، لو سيد أحمد الأشكوري، لو الشيخ محمد السماوي. 30 ثانية بلشت، خذ وقتك كاملا، فكر زين، ركز، بعد ماكو مجال للأخطاء. هيك نمد ايدينا الى اقصى منطقه بالذاكره ونطلع المعلومه، ننتزعها انتزاع. حسون الاسئله سهله لو صعبه؟ الاسئله يعني متوسطه. متوسطه؟ نعم. والله انا بالجوله الثالثه احسها صعبه، ما ادري. ناخذ الاجابه من الاخ محمد، انطينا الاجابه، انتهى الوقت. نقول السيد أحمد الأشكوري. بعد ما راح أسألك تثبت له لا، لأنه الوقت انتهى. السيد أحمد الأشكوري. تعال يمي محمد، تعال يمي، تعال يمي، تعال يمي. أقول لك شيء واحد بس، أنت كان بإمكانك هاي 130 تسويها 180 زين، والجماعة يظل عندهم 140 و 180، 40 نقطة فرق. وجامعة ميسان شو يصير بيها؟ تتقدم. تتقدم وعندها سؤال بعد. صحيح. يعني حتى إذا جاوبوا صح عندكم فرصة تفوزون كانت. صحيح. ليش رحت على هذا الاختيار؟ قلت لك فكر زين. أنا حسيت هو الاختيار الصحيح. لو يرجع الوقت هسه تغير إجابتك لو لا؟ صراحة. صراحة؟ إيه. لا راح أثبت. تثبت؟ شوف هذا إصرارك. تدري وين وداك؟ إن شاء الله خير. يعني أنا قاعد أفترض لو ننطي وقت إضافي. إجابتك صحيحة ومبروك عليك، 180 نقطة صار لجامعة ميسان. شكرا جزيلا. 180 من انتهت الجولة الأولى، كان عندهم صفر نقاط. من وصلوا للجولة الثانية هم خسرانين،
بالجولة الثالثة هسه هم متألقين. أنا هسه راح أروح يم الأخ محمد. نعم. محمد. نعم. أنت وفريقك. إن شاء الله. هذه الفرصة الأخيرة. إن شاء الله. 180 و240. إن شاء الله. كون تجاوبون هذه صح. حتى ال 140 ايش قد تصير؟ 190 من تجيبون 190 وراها تنتظرون اجابه خاطئه منهم حتى تفوزوا. فالتركيز كون يكون شنو؟ على اعلى المستويات، اكثر من هذا ما اقول. يا رب التوفيق ان شاء الله. المنافسه قويه شديده بين جامعه رائعه مثل ذي قار وجامعه رائعه مثل ميسان. الله يحفظك. مين قدك المصريين يقولون بالتوفيق ان شاء الله. جميع ان شاء الله. السؤال التشاوري يقول، السؤال التشاوري يا جماعة، بدر شاكر السياب، جوالينكم مو بعيد عليكم، من رواد الشعر الحر، ولد في البصرة عام 1926، توفي عام 1964، قال من قصيدة عنوانها إلى يزيد: أبصرت ظلك يا يزيد يرجه موج اللهيب وعاصف الأنواء، رأس تكلل بالخنا واعتاض عن تكملة هذا البيت الثاني: ذاك النضار بحية رقطاء لو يندبن قتلاهن بالإيماء، لو حزنا بذكر الطاء قبل الفاء. 30 ثانية بلشت نركز. السياب، وما أدراك ما السياب؟ غير خارطة الشعر العربي. نص الوقت انتهى. الأول. نركز على أعلى المستويات، نركز. الأول. عريس الليلة اليوم أنت محمد. الأول. أثبت. ذاك النضار بحية رقاء. أثبت. ثبت. نثبت على الاختيار الأول. القصيدة من البحر الكامل، والأشطر الثلاثة ثلاثة من البحر الكامل، يعني إذا تجري الوزن أنت ما راح تستفاد شيء، ولكن من خلال السياق والمعنى. السياق والمعنى. المعنى: رأس تكلل بالخنا واعتاض عن ذاك النضار بحية رقطاء. ها محمد حسين، شو تقول، إجابة صح ولا خطأ؟ إن شاء الله صح. إن شاء الله صح. منو منكم كان عنده غير هذا الرأي؟ ثلاثتكم اختاريتوا هذا الشطر؟ لو أحدكم اختار غير هذا الشطر؟ لا، ثلاثتنا اختارنا هذا الشطر. ما حد كان عنده رأي غير هذا الرأي؟ توافقي. لا، توافقية لو إجماع. 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 يعني صعب يصير إجماع على إجابة خاطئة يا جماعة. مرات يصير اثنين باتجاه إجابة خاطئة وواحد باتجاه إجابة صحيحة، ممكن عقليا منطقيا يعني. أما تجمعون كلكم على إجابة خاطئة مشكلة، ولذلك إجابتكم صحيحة. ومبارك لجامعة ذي قار، مبارك العودة. صرنا 190. صرنا 190 يا شباب. هاي الابتسامة اللي كنت أبحث عنها من أول الحلقة لليوم لحد الآن، من أول حلقة لليوم طبعاً. إحنا عدنا تشويقك للأسئلة أصعب من الأسئلة. لا، أنتم ما شاء الله عليكم، ما ينخاف عليكم يعني، بالحالات الحاسمة أنتم تكونون موجودين يعني. بالتوفيق للأخوة في جامعة ذي قار. هسا اللي بناه محمد ما ريدي يهدوا البقية إن شاء الله. كلكم بنيتوا، مو بس محمد، بس محمد تلعبتوا باصات وصلتوا طوبة، محمد شات وقوّل. هسا شنو؟ بس ان شاء الله السؤال الحاسم. انتوا سويتوا اللي عليكم، بعد ما بيدكم شيء. اللي بيدكم سويتوه، خليتوا الخانه في فريق الخصوم. اخر ركله ترجيحيه سجلتوها، يسجلون يفوزون. هم تقدموا علينا بالمرتده. بالمرتده عمر 50. كنتوا تقدرون تحافظون، بس يلا سويتوا اللي عليكم. الريمونتادا. الريمونتادا هاي، خلينا نشوف الريمونتادا اخر ويا صافره الحكم يلا تبين. السؤال يقول ايضا بالشعر: للشاعر أبي الحسن التهامي ولد مات فحزن عليه ورثاه بقصيدة هي من عيون الشعر العربي، قال في مطلعها: حكم المنية في البرية جاري. قصيدة مشهورة جدا. تكملة المطلع شنو؟ والمرء بينهما خيال ساري، لو ما هذه الدنيا بدار قراري، لو كتزين الهالات بالأقمار. 30 ثانية بلشت بالتشاور. محمد يريد ينفرد اليوم، ما أعرف شنو عنده. من أروع ما قيل في الرثاء هذه القصيدة: حكم المنية في البرية جاري،
دائما يستثمرون الخطباء هذه القصيدة في ذكر علي الأكبر أثناء الرثاء. طبعا انتهى الوقت، انطوني إجابة. الإجابة يا شباب الثاني. الثاني ما هذه الدنيا بدار قراري. ثبت ثبت. ما هذه الدنيا بدار قراري. يا رب يطلع صحيح. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري، يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. أما المطلع فهو حكم المنية في البرية جاري. ما هذه الدنيا بدار قرار. إجابة صحيحة لجامعة ميسان. الفوز باللحظة الأخيرة كان، الفوز باللحظة الأخيرة هي هاي الريمونتادة على أصولها. ريال مدريد إن شاء الله. يزعلون عليكم ذاك الصوت، ديروا بالكم. لا مبارك يا جامعة ميسان، ألف الحمد لله. هذه الإجابة الصحيحة وهذه العودة، وحظ أوفر نقولها لجامعة ذي قار. والله كفيت ووفيت وقدمت أحسن ما يمكن أن يقدم. بس هذه هي المسابقة يعني. إحنا نثني على جهودكم الله في هذه المسابقة القيمة اللي تمثل نقلة نوعية بالبرامج التلفزيونية، فشكرا جزيلا لكم من القلب، وأثني على جهودكم الجبارة. أنا سعيد بهذا الكلام الطيب أخوي الكريم. بصراحة جامعة ذي قار كان لها حضور رائع جدا في هذه المسابقة. احترامنا الكبير، اعتزازنا، شكرنا الكبير لحضراتكم أخواننا في جامعة ذي قار، وكل الشكر والتقدير للأخوة الكرام في جامعة ميسان. يعني اليوم ضربة ومثال رائع جدا في الإصرار على الانتصار. يعني كانت الجولة الثالثة هي اللي حسمت الأمور. 200 نقطة الحمد لله، وشكرا ما ضيعنا أي نقطة. الجولة الأخيرة، الجولة الأخيرة ما ضيعت ولا نقطة من 200. حلو حلو، جمدنا عليها وعملنا بيها هذه الخطة. جماعة كانوا ضامين حيلهم للجولة الأخيرة. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا إن شاء الله. الآن السؤال للجمهور إخواننا الأعزاء. السؤال يقول: معارج الأفهام إلى علم الكلام صدر عن مركز إحياء التراث التابع لدار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة، من تأليف، نسأل عن المؤلف، الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، الشيخ جمال الدين أحمد بن علي الكفعمي، لو الشيخ محمد حسين النوري. الإجابة مع الاسم الرباعي، تكتبوها برسالة واتساب وترسلوها إلى الرقم الظاهر أسفل الشاشة. والجوائز إن شاء الله مقدمة من العتبة العباسية المقدسة عمرة للفائز الأول، وزيارة الإمام الرضا عليه السلام للفائز الثاني، وزيارة السيدة زينب عليه السلام للفائز الثالث. المهتمين بالمسابقة هذه الروابط الظاهرة الآن، بإمكانكم أن تتابعون المسابقة جميعها من خلال هذه الروابط. شكرا لنا، لقاء إن شاء الله في الغد في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.